انطلق اليوم الثاني من المؤتمر العام الثاني لتيار المستقبل بمناقشة التقرير التنظيمي بإدارة أمين عام التيار أحمد الحريري ومساعد الشؤون التنظيمية سمير دومت. عقب ذلك جلسة أخرى متعلقة بالنظام الداخلي والتي أدارها الأمين العام المساعد لشؤون الفعاليات التمثيلية صالح فروخ، وقدم لها الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات العامة بسام عبد الملك، والتي انتهت بإقرار النظام الداخلي بعد الموافقة عليه من المؤتمرين. وقد حضر الرئيس سعد الحريري إلى البيال بالتزامن مع العملية الانتخابية التي استمرت 3 ساعات لاختيار 20 عضوا في المكتب السياسي، وذلك بعد أن أعطى الرئيس الحريري توجيهاته لانتخاب 20 عضوا بدلا من 18، على أن يسمي الحريري 12 عضوا بدلا من 10. دولة الرئيس، شفناك هاليومين عم تتابع مجريات المؤتمر، هل راضي عن النتيجة حتى هذه اللحظة؟ الحمد لله راضي، وإن شاء الله هذا المؤتمر مثل ما شايف ببين أنه قديش في حيوية تيار المستقبل، قديش في شغل نعمل لحتى ينجح هذا المؤتمر. الانتخابات عم تصير اليوم بكل شفافية، وكل الناس عم تنتخب اللي بدها إياهم، ما في حدا فارض حاله على حدا، فإن شاء الله يكون هيدي قدوة للجميع. وإن شاء الله بعد ما ننتخب تيار المكتب السياسي هذا الشغل ببلش من بعد هذا اليوم. طيب، وانت داعم حدا معين؟ يعني سمعناك دائما عم تكرر انه منك داعم لائحة معينة. انا داعم الشباب والصبايا، هذا اللي داعمهم. إشارة إلى أن الرئيس الحريري فاز بالتزكية برئاسة تيار المستقبل فيما تجاوزت نسبة الاقتراع 87%.